الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. ولاليال سيدين أغنها وحين كترنا بشي ودن بيسب لها حرمضة له أفرت بلاد حرمضة له صدح ذي سكوحي رسناتي ودن بيسي لنعك لك ولك اللقاء يغنى سنتك إسلام كوكب بلاد ما يهجرق هاي وحين سكوب براروتين اينا وحوهي إنا نكفى إذا استنى فرصة دافعا إلى هاي ونوفذي سبحانه وتعالى إن لقفى إذا استقبت مضن إيا وقتك مضن وحيابها عمرك وكل إرادة عملكنا كبرا كبط إلا إسكبرا رتيانا وحاذو قيمة بدنوي كعمل هذا اللقبان أيو بشان محرم يا أيامها صو صعلا دليل لذي نقبرا رتينا ينسو قادنا إنا يسيدو النبي قلنا ولان تري صلى الله عليه وسلم مدي أصحابتنا وبرا رتي إلى سقال الرموض وكو موضوع محرم يا أيامها اللسوم أيو يا فضل إليهين يا حديث كسو أروري أيها ينسو قادنا إنا وقوه الرين بلها إلها يعترف سيا قرآن كالحدي سوحو كشاقين إيين لبيه طبعا في سورة التوبة لبيه طبعا بلوض أيا إلها يقول يها إن ترادة وحلقو ترسنة يا عبادو إن كيا وحي لمدة لبيه طبعا كابلوض أيا إلها يتريف آية اللحية صدنا سورة التوبة أفرقارة أيو سيقارة وعيما وكت المامين إيهين بلها حرمضة لهم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله بلها إلهي وقل يا وحلقو تريو صمتك والله بيا تببو لهي سيدو لهي كتاب كي سكو قرأي لوح محفوظ كي قرآن كبا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أفر بلوضة حرم لبا كم يذبو لهي بلها الله بيا تبانكا مركا أفر تاب بلوض صدح وحي للسين سيدو النبي قنوشة صلى الله عليه وسلم ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب نوى يدنا قوني إلهي باسيفة لا يوحي لذلك الدين القيم دين تتوسنوات إلهي دين تلمامين راع فلا تظلموا فيهن أنفسكم نفتينها الظلمين وها كوكر ضرونين ودنبها سمينين بلها حرمة لنرح ذودة دنبها سيبا وحا لباد أو نبي قنوشة صلى الله عليه وسلم صوم كلا صوم أيه وعمل الذي لقبنا أيه أيامها صوص عضا صوم كلا صوم أيه بشان محرم قود هامبا إنو يهي صوم كأوفضل بذن بعد رمضان حديث صحيح مسلم قصقا من حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام حول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أي صيام شهر الله المحرم بشان رمضان صوم كصار حق فضلك وصوم كالصوم يبيش إلهي محرم بله هذا الإلهي واسكله لكن ما دام النبي قبشن سجارة إلهي يقول نسبيه إذا فضى التشريف بشيء سائر فضلك قبشنين وأذو بدين مركاجو ذهام بصوم كيسودي رجلين يا النبي عليه الصلاة والسلام بشنين للصوم وحكلا بخاري كسر من حديث ابن عباس نبي وحو تقر صلى الله عليه وسلم مدينة وحارك يهود وصومية وسأله وحو المال كان صومي سنمحوها وحيدا دوام مال كي لهي ونبت قليا النبي موسى يرهرب من إسرائيل فرعون كبت بادي فرعون نوها لاغي ساد رادت بان نصورنا أنه وينيني رسولك صلى الله عليه وسلم وحو دي أنا والنبي موسى إذن كحيقو تهيان بيدي لهي بان نسكرنا هي إسلامك إلي يقوى قالوا بان رهرب من إسرائيل مركزون النبي الصومي ومدي أصحاب تنوح فرعين الصوما صوم ك الصوم يع عشرة علماء واحد تلمام بري هرين واجبها أمر كان النبي بحية صلى الله عليه وسلم أنت على رمضان لو واجبينين صوم كواجب كهل كرمضان كتش روحها مال إن كان محرم طبعا كأيتهاي إلا الصوما يوم عشرة لا يقانه markii ramadaan ilaahay waajibiyay ayaa maalinka waajibnimadii laga nasaxay oo sunna ayuu noqday
ونسخ إلى بدل أثقل من الأول شيء إذا أذن علماء الأصول كذنب الله قلنا السخي كي هرى أيا كعريس بدن إنك سدو حق أجري كبدنية أرنت الله بعد شرت وحوي فضل صيام عاشوراء مركو الرسول كورمي صلى الله عليه وسلم مالك صاص على عاشوراء صوم كيس وحول الصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ديتك مسلم حال إلهي كرتشين يا أمان أجرك قدون يا إنو يقدر دافو ما أنت عاشورة سوم كذا السنة كي هروحي دم بها أدعي ابن عباس الله كرال إنه إذا يستجون وحول ما أرق نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم وهذا الشهر وحنا نركي شري صوم كل نبي قاد وجد ذلك شري سيام أيامها كلا وجد ذلك شري عاشورها بيشو صوم كذا وجد ذلك شري الآن ودافع شري نر رمضان بها وح كلا يدنا نبي كسر صلى الله عليه وسلم وغضب استحاب وسيد وجوه في السنة وجوه ناق سنة إنا ينصرنا مالك السجالات أو مالك السجالات هي مالك التبنى الله إسرائيل ابن عباس وحى وصورنا يا حديث صحيح مسلم خصوصاً والنبي صلى الله عليه وسلم مركي وأمر كبحية وله الله صوما مالك التبنى أي أصحابه أي كل هذا يهودا صوما مرك الرسول صلى الله يهودا يوحى ويني بعد النصارى ده لا بد قل ويني بركاو خول ان شاء الله مركو سنه ك سو سودا يمادو سمنه تاس وحين كو داري دونا ك سغالات بينو سومي سدا علماد او فسرين waxa way ka sagaladna waynu soomi ki hore aynu soomi jirna caashuraana wayn ku dare laakiin ma aha ka sagalad u baynu soomiyo ka tobnaad baynu iska deyn sida culimada qaar u fasireen qayba waxay u fasireen mar hadu nabigu uu sanad ka soo socda ka sagalad baynu soomi kaasum baa lagu gaabsanaya way لكن تفسير كعلماء هو بدني هنا نصوص تنا لقوا جمعنا يا واحد ويا سجالا دي تبنات بين سكتري حكمة دمر كا لجسوا لج لوسوا ميو كاس سجالا وصدح حرمات سيد حديث كان كم وقنا يسوى خلاف لليهود اليهود الله خلافه يا إن لا إسكو حديدي يا مالك التبنات يا مالك لا كل ما سيد الله يدي مركا جمعها صوم تبع مالكه الرجاء ما مالك الدم بي الراعي هي الاحتياط في يومي في صيام يوم عاشوراء هي يدور لود ذلك مالك كان تبناد سوم كيس وهذه الله سيكت سجال كينو كوجود عمر كيسجوا يوكو وافقه هذه دعابة وقفك إن أمدت كأيك قرصان تو وقت كأي محرم بلا بنت وحسنا بالليل علماء ذين الصدح مال بالله صوم سديدات سجالا تبناد هذه سديرات الصوم سجالات بكوج بيج مكرا سجالات نطبنات بكوج بيج مكرا يا يدو عبادة الله دذالي وح نبي صلى الله عليه وسلم وتلمام مالن كن طبنات سوم كيس إنه رجينا إنه لهاي كل عفصنة كي هرد دم بجيس دم بيجال كل عف يا واقي إمام النووي رحمه الله وح وقصاق أقواش علماء مركا ورمي وح ولاي في المجموع يكفر الصغيرة ويخفف الكبيرة دنبي غير إلى هاي وكل رافيا دنبي غوينا إلى هاي وكفض ضينيا وسأل لو كسوني دنبي غوينا إنه قال الله يسوي توبة بوبهاي إن إلهي لو قد توبت كنا سبحانه وتعالى لكن ربي واكفض ضينيا وحمضان إن الصحاء قالت كدت كقار كود يفهمين ودت كقار كود بهذه الشيء لور وري يقول لهم يا رئيسة نصوصته والله جاي يا ربي تان كود إن نصوصته دبا وضع dadka qaar kood baa waxay iska soomaanuun maalinkaas sagaalada ma tobnaad dabtana waxay raadaan kol hadii uu nabigu uri sanadka dambigiisa baa lagu dhaafay kaasaba faralka naga filan fikradaasina waa mid qaldan sunnayaashu ma gali karaan halkii faralka ma buuxin karaan ilaahay soomku ku waajibiyay dadka soomka nadarka soomka kafaarada iyo soomka ramadaan sunna buuxin kara halkii soo gali kara ma jiro فرال كسيدي سال لو سوما يا قفك لجمد دينا يا مرنبا كري كريا سنهينا وكدريا وعلماء السويدية هدي وقفك لقول لي هاي صوم قضاء ثلاث سنة رمضان وكلا قل لي هذي بقول لي أما نذر كي كفارة قد كي صوم كفارة قاع
ma soomi karayaa sagaalka iyo tobanka iyo sunnayaasha kaleba? Culimmadu aqwaal bay leeyihiin saddex madhab. Qolo ka midi waxay leeyihiin sida madhabul xanaabila, mar haddii qofka lagu leeyahay faral ma soomayaba sunne, mana ka ansaxaya bay leeyihiin. Sidaa daraaddeed waa inu xil baxaayo. Daynta Ilaahay baa mudan buu nebigu sallallahu calayhi wasalam, daynta Ilaahay baa ku habboon in la bixiyo. Markaa ilaah dayntaa faradkaa qofku iska bixiyo soomka faradkaa sunnamaba soomayo. Qayb ka midina waxay leeyihiin sida shaaficiyada iyo maalikiyada, waa soomi karaa, waa se laga wanaagsan yahay inuu sunno soomo isaga oo faralkii lagu leeyahay, faralka ha horreysiiyo. Qolyo kalena waxay leeyihiin mee uu soomi karaa oo soomkani degdeg ma aha, uu dib ridi karaa qallihiisa. Mar layba waxaa habboon oon la isku khilaafsanayn faralka in loo degdego, la fudaydsanin. Marka inta aad soomi lahayd sunno, horta faralka iska bixi. Waxa aynu intaasi raacin lahayn qodobka sagaalaad, sawmu yowmi caashuura ama caashuuraaba maalinkaa tobnaada muxaram, sida ay u aaminsan yihiin ummadda hadyigii nebiga ku toosan sallallahu calayhi wasalam. Waa sida nusuustaasi sheegtay ayaynu u raacaynaa, waana say u dhaqmi jireen saxaabada iyo salafuna saalix, dadkii wanaagsanaa. Waxaa jira ummadaha islaamka sheeganaya qalloocday, qaar baa ku xadgudba laba dhinac labadaba. Qolada shiicada la yidhaahdaa maalinkan caashuura waxay ka dhigteen ma'tam, maalin la murugoodo, la baroorto, oo silic iyo darxumo la muujiyo. Waa adiga arkaya ee ay isbukaasayaan silsiladayntay qaataan baa jirka lala dhacaya, madaxana faash baa lala dhacaya, dhiig badan baa layska sii daynaya. Waxaa la leeyahay dilkii Xuseyn ibnu Cali la dilay ayaa loo barooranaya. Arrintaasi waa arrin qalada oo dembiya oo aan sharciga meel ku lahayn, oo intaasoo saddexdii qarniyo wanaagsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada hormuudka u ahaayeen wax ka yimi maaha. Waa bidcatun munkara, waxaad u foolxun wey. Xuseyn ibnu Cali, allaha ka raali noqda, waxaa ka fadli badnaa afartii khulafada aabihii uu ka mid ahaa, midna looma samaynin baroorta caynkaasoo kale ah. waxyaabaha ay aada u dhiirigeliyaan weeye shisheeyuhu iyo dowladaha gaaladu dhaqaalay ku bixiyaan waxaa la yidhaahdo mawaakibtaas shiicada iyo xuska noocaasoo kale ah, iyagoo doonaya sawir foolxun inay ka muujiyaan ummadda islaamku, ay yidhaahdaan kuwaas dee insaaniyaddaba garan maayaan sidaa isu dilaya, kuwa sidaa isu dilaya ama dadbay dadka kale uga raynayaan. Marka way maalgeliyaan oo way dhiiriyaan oo iclaamkay dhigaan si ay ummadahooda ugu sheegaan inay iyagu xaqa insaanka garanayaan oo muslimku aanu garanayn. Taasi markaa waa bidco aynu arki doono ayaamaha soo socda, iyagoo samaynayo in laga feejignaado ay tahay oo diin la moodina bidco inay tahay aynu ogaano. arrinta labaadna waxa weeye nimanka nawaasibta la yidhaahdo oo iyaguna cagsa shiica. Nawaasibtu waxa weeyaan dhinaca kaley tageen, oo Cali ibn Abi Talib iyo Ahlu Beytka ayaa iyaguna la colaatamaano ay caayi jireen oo Shaam bay ku noolaayeen, haddana kusii noolyihiin. Iyaguna ayaamaha dhinaca kale u shaqeeyaano waa la dabaal degaayo, waa la farxaayo, ciid baa laga dhigtaayo, cunnada la badiyaayo, aada bay isu casuumaan. iyaga oo markaa iyaguna ku diganaya dilkii Cali ibn Abi Talib iyo Xuseyn dilkiisii oo shiicada la ficiltamaya. Markaa labada aragtiyoodba waa diin maaha, waa iska aragti qalloocanune, iyadana waa ku baraarugsanaanaynaa, wax lagu dayananayana maaha, waa wax laga feejignaanayo. Markaa dariiqada fiican ee loo noolaanayo ama diinta loogu camal falaya ayaamahan soo socda waa sidaas weeye. Allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca, waarina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوما نلقاك فيه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا سعداء، وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.